أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم ماشيت الصحافة، وهذه جولة صحفية جديدة نرصد من خلالها ماشيتات كبريات الصحف المحلية والدولية مع ضيفي الكاتب الصحفي دكتور حمد الجدعي. حياك الله معنا. يا هلا أستاذ سعود، صبح عليكم بالخير وعلى الشاهد مشاهدين تلفزيون دولة الكويت. إذن مشاهدينا بعد الفاصل أبدأ معكم كالعادة بصحافتنا المحلية. نسهل جولتنا في الصحف المحلية من جريدة الأنباء، وفيها نقرأ: حملة لمراقبة الأسعار وتشدد في العقوبات، تنسيق مشترك بين التجارة والشؤون لضبط ومراقبة التعاونيات قبل العيد. التجارة نشرت فرق تفتيش وتحركات حازمة لرصد التعاونيات والأسواق قبل العيد. ومن جريدة الجريدة نطالع: الصحة، التوسع في المستوصفات ركيزة أساسية بخطة عملنا. العوضي افتتح المركز الصحي الثاني في مدينة المطلع السكنية. الوزير العوضي افتتح المركز الصحي الثاني في مدينة المطلع السكنية. وزير الصحة أكد أن المركز يأتي في إطار الالتزام بتوفير رعاية صحية شاملة وعالية الجودة للجميع. أما جريدة النهار فعنونت: وزيرة البلدية تعتمد لائحة البناء. وفي تفاصيل الخبر كتبت النهار أنه في ظل التطور العمراني ولإعطاء الملاك مرونة أكبر في تصميم سكنهم الخاص تلبية لاحتياجاتهم وتنفيذا لقرار المجلس البلدي الصادر بهذا الشأن، أصدرت وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية دكتورة نورة المشعان قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به فيما يتعلق بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي. وشملت اللائحة على العديد من التعديلات التي تمت على جدول السكن الخاص والنموذجي، مما يساهم في التسهيل على المواطنين ببناء منازلهم وفق احتياجاتهم ومتطلباتهم. وسوف يتم العمل باللائحة فور نشرها بجريدة الكويت اليوم. وحول مخرجات الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق الكويتي السعودي، ذكر جريدة القبس إن مجلس الوزاري السعودي رحب بمخرجات الاجتماع الثاني للمجلس. وقال مجلس الوزراء السعودي إن مخرجات الاجتماع عكست عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وشعبيهما والحرص على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم تنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والدولي. في خبر آخر نطالع من جريدة الوسط، حيث أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجهيز العيادات الطبية التابعة لبعثة الحج الكويتية في الأراضي المقدسة وتزويدها بكامل المعدات والأدوية اللازمة استعدادا لموسم الحج. وذكرت الوزارة أن شحنة الأدوية الخاصة وصلت إلى بعثة الحج التابعة لوزارة الصحة، وقد تم توزيع الأدوية على الحملات الكويتية المعتمدة لدى الأوقاف، كما يتم توفير كافة الخدمات الطبية الأساسية التي قد يحتاج إليها الحجيج في عيادات موجودة بمكة المكرمة على مدار 24 ساعة. الخارجية للمواطنين، الحيطة والحذر أثناء السفر. تحت هذا العنوان كتبت جريدة الراي أن وزارة الخارجية أهابت بالمواطنين الراغبين بالسفر خلال فترة الصيف لضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء سفرهم جراء تزايد حالات السرقة للمقتنيات الشخصية وجوازات السفر. ودعت الخارجية في بيان لها المواطنين لأهمية التواصل معها حال حدوث أي حالة طارئة من خلال التواصل مع بعثات دولة الكويت في الخارج ومركز خدمة التواصل القنصلي داخل وخارج البلاد. مشاهدينا ماشيت الصحافة مستمر معكم بعد هذا الفاصل، نتجه وإياكم من الصحف العربية والعالمية. أهلا بكم من جديد إلى قراءة تحليلية في أبرز ماشيتات الصحف العربية والعالمية، وبدايتها من الشرق الأوسط التي تطالعنا بهذا العنوان:
غالبية ساحقة في الحكومة الإسرائيلية تؤيد اتفاق غزة. قالت صحيفة الشرق الأوسط أنه مع إعلان الأحزاب الدينية اليهودية تأييدها المطلق للاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى، باتت هناك أكثرية ساحقة في الحكومة الإسرائيلية للمضي قدما، ورغم استمرار اليمين المتطرف في معارضته وتهديده بالانسحاب من الائتلاف الحكومي، تشير تقديرات في تل أبيب إلى أن الأمريكيين يتحدثون عن بدء تنفيذ الاتفاق في الأسبوع المقبل، إلا إذا حصل طارئ الذي يأمل اليمين الرافض حصوله هو أن يأتي الرفض هذه المرة من طرف حركة حماس. ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية في تل أبيب قولها إن الرئيس بايدن أغلق المنافذ على الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمنعه من التملص عندما اختار الإعلان عن وجود اتفاق جاهز ومكتوب على 4 ورقات ونصف الورقة، حيث تم عرض الاتفاق على أنه مقترح إسرائيلي ودعا نتنياهو إلى الموافقة عليه. العربي الجديد تعنون الدوحة: تسلمنا مقترحا إسرائيليا يعكس مبادئ بايدن بشأن غزة ونقلناه لحماس. نقلت صحيفة العرب الجديد عن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قوله إن الوساطة القطرية استلمت اليوم مقترحا إسرائيليا يعكس المبادئ التي ذكرها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأنها نقلته إلى حركة حماس، مضيفا أن الورقة تتضمن الآن مواقف أقرب من السابق لمواقف الجانبين، مضيفا أن الوساطة تبذل قصارى جهدها لوضع اللمسات الأخيرة للتوصل إلى اتفاق. إذن هل هذه المرة اقتربنا فعلا من اتفاق لوقف إطلاق النار في ظل توجه الأحزاب داخل الائتلاف الحكومي لقبول صفقة التبادل؟ نعم، يعني استاذ سعود، يعني احنا نتمنى ان تكون اقتربنا من اتفاق، ولكن يعني المشهد امانه متناقض، مشهد ضبابي. يعني بيان جو بايدن اللي يؤكد فيه ان الورقه اسرائيليه، وفي ذات الوقت يعني يطالب الحكومه الاسرائيليه بالموافقه عليها، يعني تناقض في ذات البيان نفسه. بعد ذلك يخرج يعني ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يتحدث عن ان يعني هناك توافق وانسجام مع الحكومة الإسرائيلية، وفي ذات الوقت ايضا يعني يطالب الحكومة الإسرائيلية بان توافق على هذه الورقة. هذا المشهد المتناقض والضبابي يعني مثير للقلق. كيف أن الورقة والمطالب إسرائيلية، وفي نفس الوقت يأتي تصريح بنيامين نتنياهو بأن هذا الاتفاق قاصر، وفي نفس الوقت يرمون يعني الحمل على حماس ويقولون الكرة في ملعب حماس وعلى حماس أن توافق على ماذا؟ يعني حتى بيان حماس أمس، بيان أسامة حمدان رد وقال نبي ورقة واضحة مكتوبة واضحة المعالم. وبالتالي يعني هي يعني كأنها عملية يعني تبرير أو إنقاذ لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة من الفشل اللي وقعت فيه، يعني تقريبا من 4 أشهر وحكومة نتنياهو تهدد باجتياح رفح، وأن رفح هي المرحلة النهائية اللي سوف تقضي فيها على حماس. اجتاحت رفح لها تقريبا أكثر من أسبوعين، اجتاحت رفح ودخلت رفح وقتلت حتى خلال 24 ساعة الماضية فقط أكثر من 66 شهيد. نعم. راحوا ضحايا القصف وعمليات الاغتيالات. وبالتالي يعني ودنا نتفائل، ولكن على ماذا نتفائل؟ اليوم كل الكرة قاعد يرمونها في ملعب حماس، وحماس في بيان أسامة حمدان أمس لم يرفض يعني المقترح أو ورقة بايدن رفضا نهائيا وقاطعا، وقالها بالعلن أن مشكلة بايدن ليست مع حماس وإنما مع نتنياهو. هذه هي الأزمة الحقيقية يعني. ويعني اليوم صرحت أعتقد الخارجية القطرية بأن سوف تجلس مع حماس ويتداولون الورقة،
وبنفس الوقت بايدن يهدد بأن إذا لم توافق حماس سوف ذلك يعني هو استمرار عملية الحرب. ولما تنظر إلى الحكومة الإسرائيلية تجد ليست حكومة واحدة وإنما حكومات، نعم. اليمين المتطرف سموتريتش وبن غفير، بني غانتس الذي يطلق عليه انه معتدل هو، ولابيد زعيم المعارضه، ونتنياهو اللي لا زال يعني بين الاثنين، نعم. ومتمسك بالسلطه حتى يعني يستمر في المشهد حتى الى ما لا نهايه. نعم. نذهب معك ومع السادة المشاهدين الى القدس العربيه التي تعنون بايدن. ثمة أسباب تفيد بأن نتنياهو يوسع الحرب لمصلحته السياسية. قالت صحيفة القدس العربي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أيد الاعتقاد السائد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوسع الحرب على قطاع غزة من أجل الحفاظ على مصالحه السياسية. جاء ذلك في مقابلة خاصة أجرته معه مجلة تايم، وأشار بايدن إلى التحديات السياسية التي واجهها نتنياهو قبل بدء الحرب على غزة في بخصوص تغيير الدستور وفرض إصلاحات قضائية، مضيفا أن ذلك نقاش داخلي ليس له أي نتيجة، ومن الصعب القول ما إذا كان نتنياهو سيغير موقفه أم لا من تلك الإصلاحات. في حين أكد بايدن أن خلافه الرئيسي مع نتنياهو هو بشأن ما سيحدث بعد انتهاء حرب غزة، وهل ستعود القوات الإسرائيلية إلى القطاع. غارديان تعنون: تتزايد الضغوط على بنيامين نتنياهو لدعم خطة وقف الإطلاق النار في غزة. قالت صحيفة غارديان البريطانية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه ضغوطا متزايدة في الداخل والخارج لدعم خطة وقف إطلاق النار الجديدة في غزة، وهي خطوة يقاومها بسبب مخاوف من أنها ستؤدي إلى انهيار حكومته، مضيفا أن أعضاء اليمين المتطرف في ائتلاف رئيس الوزراء هدد بالانسحاب من الائتلاف إذا استسلمت إسرائيل قبل تحقيق النصر الكامل على حماس. في حين قال منافسه الرئيسي بيني غانتس الوسطي أنه سيستقيل من حكومة الوحدة الطارئة إذا لم يلتزم نتنياهو باتفاق وخطة اليوم التالي لغزة بحلول 8 من هذا الشهر. يعني كيف تحلل سلوك نتنياهو إزاء هذه الحرب العدوانية على غزة ودخوله في خلافات مع بايدن وعواصم غربية وأيضا في الداخل من حكومة الحرب في داخل الكيان؟ أستاذ سعود، السلوك يعني احنا تحدثنا عنه أكثر من مرة، ومن بداية الحرب احنا نذكر بأن كل ما يقوم به نتنياهو هو تمسك في السلطة وهروب من المحاسبة القضائية والملاحقات القضائية في الداخل الإسرائيلي. اليوم يعني نطق بها جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يبقى إلا أن يقول هذا الكلام نتنياهو نفسه. يعني كل ممارسات والسلوك اللي يقوم به هو تمسك بالسلطة، حتى أصلا عودته للسلطة جاءت يعني تحالفه مع اليمين المتطرف سموتريتش وبن غفير اللي ما كانوا حتى يعني كانوا اصلا يعني منبوذين من الحكومات الإسرائيلية وبعيدين كل البعد عن الدخول في الحكومة. اليوم دخلوا في تحالف مشبوه مع نتنياهو حتى يعني يضمن وجوده في السلطة، يضمن عودته للسلطة بعد أن يعني خرج من الحكومة وأصبح ملاحق قضائيا. ها هو اليوم يتمسك في الكرسي حتى يعني يحمي نفسه، وغير السلطة القضائية ووضع حلفاء له. مظاهرات كثيرة تخرج ضد نتنياهو من قبل المعارضة لإسقاطه. هو يعلم أن خروجه من السلطة يعني دخوله للسجن أو توجه القضاء مباشرة، وبالتالي يعني هذا سلوك واضح يهدف إلى. والمشكلة أن الضحية هي قطاع غزة اللي قاعد يعاني كل يوم من قصف وقتل وشهداء. يعني أبسط صورة ممكن أن نتخيل منها كيف المصالح الشخصية لأشخاص تصنع يعني أحداث كبرى على الأرض. نذهب معكم مشاهدينا إلى الشرق التي تعنون إسبانيا ردا على الاحتلال.
قنصليتنا بالقدس موجودة حتى قبل وجود إسرائيل. قالت صحيفة الشرق القطرية أن إسبانيا ردت على التهديدات التي أطلقتها إسرائيل بعد اعتراف مدريد بدولة فلسطين وتقييد أنشطة قنصليتها بالقدس، حيث قال وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس أن القنصلية الإسبانية بالقدس حالة تاريخية، هي موجودة منذ القرن التاسع عشر وتعمل منذ ذلك الوقت حتى قبل وجود دولة إسرائيل. وعندما تم بناء العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا تم اعتراف إسرائيل بالوضع التاريخي للقنصلية، معربا عن رفض بلاده لما قام به الاحتلال ومؤكدا أن بلاده تدرس مع إيرلندا والنرويج أفضل الطرق للرد على الحكومة الإسرائيلية ضمن الأعراف الدبلوماسية. لوفيغارو تعنون القوات الفرنسية في أوكرانيا، ماكرون يفكر وروسيا تهدد. قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن رئيس الدولة ماكرون سيقترح تشكيل تحالف من الدول المستعدة لإرسال قوات للقيام بمهام تدريبية مع إمكانية إثارة الموضوع مساء الخميس المقبل. وأضافت الصحيفة أنه وحتى قبل الإعلان رسميا عن أي شيء، فإن روسيا حذرت موسكو من أنه إذا أرسلت فرنسا مدربين عسكريين إلى أوكرانيا فإنهم سيصبحون أهدافا مشروعة. ونقلت لوفيغارو عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله: لا يتمتع أي مدرب مشارك في تدريب أفراد الجيش الأوكراني بالحصانة، فيما قال وزير الخارجية سيرجي لافروف: مهما كان وضعهم جنود الجيش الفرنسي أو المرتزقة فإنهم يمثلون هدفا مشروعا تماما لقواتنا المسلحة. إذن تبدو الحرب الروسية على أوكرانيا منسية من الإجندات والاهتمامات الدولية. هل باتت الحرب هناك وظيفية، أي تؤدي مهمة إشغال روسيا فقط؟ هي طبعا الحرب من بدايتها هي مهمتها استنزاف روسيا وإشغال روسيا وإضعاف روسيا عسكريا واقتصاديا ومحاصرتها اقتصاديا. لكن اليوم أعتقد أن بعد يعني حتى دخول القوات الفرنسية على الأرض في المعارك، أعتقد أن يعني هناك يعني تحول في هذا في هذه الحرب وأزمات مرتقبة، يعني تصعيد مرتقب، لأن يعني يوم أمس حتى القوات نفذوا التهديدات الروسية نفذت تهديداتها، ويوم أمس تم اعتقال عسكري فرنسي وتم تصويره في مقاطع فيديو، ويعني أعلن استسلامه وذهب مع القوات الروسية. غير أن الدعم الأمريكي والدعم الأوروبي المستحدث واللي زاد بالفترة الأخيرة للقوات الأوكرانية زاد من يعني سخونة الحرب ووتيرتها ارتفعت. يعني أعتقد أن كل هذه كل ما يحدث في الأراضي الروسية والأوكرانية اليوم هو تحضير لما قبل وصول ترامب. إذا وصل سيتغير المعادلة، إذا وصل ترامب قطعا ستتغير المعادلة وستتغير المشهد، إما بالتفاوض أو إما بوقف المساعدات والإمدادات، وستكون أوروبا وحيدة في مواجهة روسيا، وبالتالي المشهد كله راح يتغير. روسيا اليوم تسعى إلى ضم أكبر قدر ممكن من الأراضي الأوكرانية قبل وصول ترامب، وأوكرانيا تسعى إلى تصعيد إلى أقصى درجة وجمع أكبر قدر ممكن من الأسلحة السلاح الأوروبي والأمريكي والأموال الأوروبية والأمريكية قبل وصول ترامب. وبالتالي يعني أعتقد أن هذه الأربع أشهر اللي تسبق الانتخابات الأمريكية ستشهد الكثير من الأحداث داخل الأراضي الأوكرانية الروسية. نعم، نذهب معك إلى صحيفة الأهرام ونقرأ فيها نتائج أولية. حزب رئيس الوزراء الهندي يحقق أغلبية مطلقة في الانتخابات العامة. قالت صحيفة الأهرام المصرية أن النتائج الأولية للانتخابات العامة في الهند أظهرت فوز تحالف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأغلبية خلال فرز الأصوات في الانتخابات العامة، موضحة أن مودي الوطني الديمقراطي حصد 290 مقعدا حتى الآن، فيما كان يحتاج إلى تأمين إجمالي 272 مقعدا في البرلمان
عمان حتى يتمكن من الفوز بأغلبية مطلقة، ما سيضمن لمودي البقاء في السلطة لولاية ثالثة على التوالي رئيسا للوزراء. الأيام تعنون، بايدن يصف ترامب بالمجرم المدان للمرة الأولى في إطار الحملة الانتخابية. قالت صحيفة الأيام البحرينية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هاجم سلفه في المنصة في المنصب دونالد ترامب واصفا إياه بالمجرم المدان، قائلا للمتابعين أن ترامب انفجر بعد خسارة الانتخابات الرئاسية السابقة، لافتا إلى أن الأمر سيكون أكثر سوءا إذا فاز بانتخابات نوفمبر المقبل. ونقلت الصحيفة عن بايدن قوله إنه للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي يسعى رئيس أمريكي سابق للوصول إلى الرئاسة رغم أنه مجرم مدان، متبعا قوله لكن بقدر ما يبدو ذلك مزعجا فالأكثر ضررا هو الهجوم الشامل من جانب دونالد ترامب على جهاز القضاء الأمريكي واصفا إياه بأنه معتوه. عمان تعنون، تقرير خطاب ترامب بشأن العدو في الداخل يثير القلق في الولايات المتحدة. قالت صحيفة عمان العمانية إن دونالد ترامب يركز بشكل متزايد على العدو في الداخل متبنيا لهجة تبدو أقرب لتلك التي قد تستخدمها دولة استبدادية أو تذكر بعمليات التطهير المناهضة للشيوعيين في الولايات المتحدة في خمسينيات القرن الماضي، مصاعدا خطابه المناهض لمجموعة من معارضي في الداخل في الشهور الأخيرة، ويبدو في طريقه للذهاب أبعد من ذلك بعد إدانته التاريخية في محاكمة جنائية يتهم من دون أدلة بتهم دون أدلة خصمه السياسي الرئيس جو بايدن بالوقوف خلفها. وأضافت الصحيفة أن الأمر أثار مخاوف من حملة حقيقية ضد ما يعتبره الرئيس المعارضة حال فوزه بولاية ثانية في البيت الأبيض والتي تعهد بأنها ستركز على الانتقام، حيث قال في مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز المحافظة: لديك روسيا ولديك الصين، لكن إذا كنت رئيسا ذكيا ستتعامل معها دائما بسهولة بالغة، لكن العدو في الداخل يلحق الضرر بهذه البلاد. إذن يعني ما هي قراءتك لحدة خطاب الانتخابي الأمريكي المتصاعد كلما اقتربنا من شهر نوفمبر؟ هل تتوقع المزيد أكثر في المدى المنظور؟ يعني طبعا هذه قد تكون علامة أو ماركة أمريكية مسجلة، الخطاب الانتخابي المليء بالسباب والإسفاف، يعني وصف يعني لا يليق ب برؤساء أكبر دولة بالعالم، بدأوا يتراشقون ويتبادلون السباب علنا. ويعني ما في شك أن نحن مقبلين الآن على فترة أو اقتربت المناظرة بين الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن، وهي مؤثرة بشكل كبير. يعني ما في شك أن مستوى الخطاب الانتخابي الأمريكي هو قد يكون حاسم للنجاح، وبالتالي يعني لا يوجد شيء غير مدروس في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني حتى هذا الخطاب يحصد الكثير من الأصوات لكلا الطرفين. بعد إعلان يوم الحكم على ترامب جرى أو بعد ردة فعل ترامب على بايدن ووصفه بالطفل الكبير عندما يعني صدر الحكم، أجرت بعض يعني أجريت بعض الإحصاءات استطلاعات الرأي، يعني أثبتت أن هناك الكثير من المتأرجحين انضموا إلى ترامب حتى بعد الحكم القضائي وبعد الخطابات هذه كيف تكون مؤثرة في الانتخاب. وبالتالي يعني أعتقد أن الأربع أشهر القادمة هذه سوف تشهد مزيد من التصعيد ومزيد من التراشق الإعلامي بين الطرفين. نعم، نذهب معك ومع السادة المشاهدين إلى مقال اليوم لكن بعد هذا الفاصل. المقال من صحيفة لوفيغارو الفرنسية تحت عنوان
الحرب ليست أقصر طريقا للسلام لكاتبي رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دوفلبان. جاء فيه: في عالم تنظر فيه العديد من الدول، أوكرانيا وروسيا وفلسطين وإسرائيل، إلى الصراعات التي تشغلها على أنها وجودية، تعتقد الولايات المتحدة التي يتبعها حلفاؤها على خشبة المسرح أنها يمكن أن تعيد تشكيل العالم على صورتها عن طريق التأثير، معتقدة أنها نموذج للنظام وتقديم نفسها كمصادر للقانون وبشكل متزايد بالقوة. وبذلك فقدت الولايات المتحدة وحلفاؤها وعودهم وأثاروا صخبا عالميا ندفع جميعا ثمنه اليوم. الوقت ليس للنظر إلى الوراء ولكن لتعلم الدروس وتطلع إلى الأمام نحو العالم القادم. سجين آلية جهنمية. معدات الحرب العالمية تتكون من 3 عمليات موازية، إنه في الأساس نتيجة لإلغاء الضوابط التنظيمية غير المسبوقة للقوة، من ناحية لأن القوى الغربية التي تضمن هذا النظام قد حررت نفسها من ضوابطها الخاصة وتتصرف خارج الإطار القانوني الدولي. ينشأ التجزؤ أيضا من تسارع الأزمات التي تجعل العالم أكثر انفجارا من أي وقت مضى بعد الحروب الأهلية الناجمة عن الربيع العربي لعام 2011 في ليبيا وسوريا واليمن، فيما يبدو أن جميع الصراعات المجمدة في التسعينيات باتت فارغة مثل الحرب في أوكرانيا. شدينا وصلنا إلى الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. الكاريكاتير مشاهدينا من صحيفة الأنباء برسم تعبيري عن ارتفاع درجة الحرارة مع بداية الصيف، مع ريشة الفنان محمد ثلاب. وتعليقك دكتور حمد على هذه الكاريكاتير؟ يعني ما في شك رسمة معبرة ويعني طريفة من الفنان محمد ثلاب. فعلا يعني دخلنا رسميا خلاص في الصيف، ودخل علينا الحرب بشكل مفاجئ، يعني وقد تكون يعني الأيام القادمة تتكيف أجسامنا مع الحرب، لكن يعني يجب أن نحذر بأن يعني خصوصا في هذه الأوقات يعني تكثر ضربات الشمس. نعم. يعني نتحدث عن داخل في بعض المستشفيات، يعني بعض الأطباء يؤكدون أن حالات ضربة الشمس قامت تتزايد خلال الأسبوع الماضي بشكل كبير، 10-12 حالة في اليوم تأتي إلى الطوارئ. فيعني نوه للمواطنين أن يأخذون الحيطة والحذر، عدم الوقوف في الشمس بشكل مباشر لفترة طويلة، وأيضا والأهم يعني بعد أيضا أمر مهم ترك بعض يعني الأمور داخل السيارة، يعني داخل السيارات مثل العطورات، مثل بطاريات الشحن، هذه يعني قد تؤدي إلى كوارث. صحيح. خصوصا في هذه الأجواء الحارة، والأكثر من شرب السوائل. صحيح. في هذه الأجواء الحارة جدا. ما في شك. نعم. إذن بهذا الكاريكاتير مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ما يسعني أن أشكر ضيفي كان معي الكاتب الصحفي دكتور حمد الجدعي. شكرا جزيلا. شكرا موصول لك أستاذ سعود. إذن مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم غدا في حلقة جديدة من ماشية الصحافة. في أمان الله.